سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها الى راهي مقبوله ولا مهنيه ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيهم. ما تحكولهاش واش راه صاري فيا بلي نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولا اللي سي طالب تبغيني سي با باسكو شفيدها. سالوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها لا هي مقبوله ولا مهنيا لا مازال هتشد عليا ولا خلاص راهي ناسيا. متحكولهاش واش راه صاري فيا اللي نبكيني كي نتوحشها ماشي لا ولات لي سي غادي تبغيني سي با باسكو نشوف فيها. مازال مازال عشقك في البال نسيت محال قال لي نسيتي الزول الفلاونه يتما يسمى الزول مقران. ان شاء الله هاتيلي من لاباس صحه فطوركم ان شاء الله تكونوا فطرتوا مليح. ايبا توت سويت الحال يروح كتشوفوا كيفاه الحال رابيدمون دونك ما يجي يفطر الواحد يضرب الساعه يلقى ديجا الي 22 دونك الوغ واش راح يقعد واحد واش راح ياكل واش راح يرقد واش راح يبدا يفطر يعني فريمون سي كوربي كوربي ما نعرفوش داروا العرب حتى رب العالمين دار لهم هذا كيف اسمه دار لهم هذا الكوربي هذا من غير الاديان الكل اليهود والكريتيان يصوموا في النهار وموش يصوموا صدير عندهم لو كاريم تاعهم هما ساهل خلاص ما ياكلوش الحوت ما يشربوا الشراب في ذاك النهار هذاك وخلاص يشربوا الماء ياكلوا يديروا هذاك هو لو كاريم تاعهم. حنا والله شوف من الربعة تاع الصباح و الخمسة الليل على بالك يمكن نحكيو هكا للناس لي زوكسيدونتو نقول لهم حنا كيما هكا يديرو لنا كعيب عديدو إيبا وي 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 رب العالمين دار لكم عقوبة. ألو في هاد العشية هذي راح نتكلمو على الحراك. بقات واحد مبقاش بزاف هادو هما العشرية من الأخر تاع رمضان مازال ما كاين الناس راح تروح تعيد في الحبس مع الاسف مع الاسف والله غير مع الاسف. ديجا الناس اللي يتحكموا راهم يامسوا اليوم ديجا راهم تقدموا الوكيل الجمهوريه وحطهم في السجن ومازالوا غدوه ثاني ثلاث كما قال واحد راهم يحرضوا في الطلبه. شكون اللي يحرضوا فيهم؟ هما الطالبان هما اللي يحرضوا في الطلبه وغدوه ولازم نخرجوا ولازم نديروا ولازم نديروا والناس مساكن ما فاقوش مساكن بلي هاد الناس هادو سورتو نتاع ليترونجي هادو راهم شبعوا صوارد بكم يا جماعه شبعوا صوارد بكم. هذه الطفله المراه هذه مسكينه اللي عندها ولد هذا معك اسمه الطفل هذا اللي يستعملوا فيه الور مدارين له على ليترونجي سورتو في فرنسا وفي في الانجليز وفي كندا يلموا في صوارد بسمو. أم الطفل ما دتش 4 دورو وهما راهم يلموا يعاودوا يلموا ومازال الشعب ما فاقش مسكين والله مازال الشعب ما فاقش ويدزوا فيهم بالعاني باسكو لو كان يحبس على بالك لو كان يحبس الحراك تحبس لهم هما هذه اللي ما عيطوا لها هما ما عرفتش البايبل والله ما عرفتش عيطوا لها هذه الجماعه اللي تلم بالدراهم ومنها. انا نقول لكم يا جماعه خطره عيطت لي واحد الاخت على كل حال هي بتاتر نيتها صافيه قالت لي كاينه واحد العائله راني قاعد نلملهم في الدراهم اي اون دوفيز اون دوفيز ماذا بيك اذا كنت ما تعرف الناس اللي يعاونوا ولا حاجه باسكو راهي عندها بنتها حبت بنتها ولا ولدها نسيت راهي حبت باش تدخلوا دير له اوبيراسيون في رابيدمون في كيف اسمه في الجزائر ما حبوش يديروا لها وغاليه دونك حبت تديه للطرك. وانا راني قاعد نلم في الدراهم قلت لها يا مدام يرحم والديك انت يا تلمي في الدراهم انت عندك اوتوريزاسيون تلمي الدراهم قالت لي لا قلت لها ردي بالك قلت لها هذا الشيء هذا يعاقب عليه القانون باش نتهاو مليح قلت لها تلمي في الدراهم هكذاك ما تصلحش قلت لها غدو صباح يشكيو بك الناس وتولي في لي بروبليم قالت لي نو قالت لي انا قلت لك برك اذا تقدر تشوف قلت لها شوفي نقول لك قلت لها انا ما نلملكش صوارت
قلت لها انا قولي لي في الجزائر، انا ما راحش لتركيا، قلت لها في الجزائر قولي لي واش من اوبيتال تحب تدخل بنتها ولا ولدها يدير اوبيراسيون، انا غدوه بعد ندخلو. هذا ما كان تشوفي لي اوبيتال بوبليك ماهوش بريفي، تشوفي لي اوبيتال بوبليك وين جهه تحب دير العمليه نيمبورت كال اوبيتال انا ندخلو. قالت لي خلاص، قالت لي منك صح ولا تمسخ؟ قلت لها لا مني صح، قلت لها مني صح، قلت لها لا تمسخ، قلت لها لا، قلت لها انسان مرا ما لقيتش مسكينه باش تدخل بنتها ولا ولدها يدير اوبيراسيون شيروجيكال رابيدمون، قلت لها انا ندخلو، قلت لها ما لمش صوت، قلت لها ندخلو. اي بيان بدات المراه هذه تسمع فيا دروكا، تقدر كيما قال واحد هي بعد جو وتدخل. قالت لي يا خويا انا غدوه دوك نتصل بهم وندلك معاهم، نديرك معاهم ريلاسيون وانت دبر راسك. قلت لها خلاص، قلت لها شوفي عيطي لها، عطيها عيط لهم الميسنجر نتاعي يعيطوا لي سيت، او الميسنجر نتاعي يعيطوا لي انا غدوه بعد ندخل هذا ولدها ولا الاخر نديوه نديروا له الشيء اللازم وكيما قال واحد ونوبيريه بربي ان شاء الله ويرتاح. العشيه هذا ما كان والو، غدوه سنيت ما كان والو، غير غدوه سنيت ما كان والو، سمانه ما كان والو. انا قلت الطفله هذه تغشيش منها، والطفله هذه قاعده تمسخر بيا. من بعد عاودت كلمتني قالت لي يا ولدي راني حشمت باش نزيد نعيط لك. قلت لها واش كاين هذا؟ قالت لي هذوك الناس هذوك من نهار قلت لهم هالكلام هذا ما زادوش يتصلوا بيا. دونك دوكا الانسان لازمو يعرف كيفاه، مش هذوك عاد الناس انا شفت الناس، شفت الناس يا جماعه، شفت الناس هزين اللي كيف اسمهم، انا ما لومهمش على كل حال، ما لومهمش والله ما لومهم. ساعة ضحكة تجيب ضحكة، خاطر كنت نمشي في الطريق في الطوموبيل، واحد السيد عيط لي بالنقمة تاعي، عيط لي حبست عنده، مرحبا مرحبا، بورتون سيد فونكسيونير سيدي سبحان الله العظيم، والله يا جماعة والله وراس الليلة هذي نتاع رمضان غير السيد فونكسيونير، نعرفو دو فو، مي ما نعرفش اسمو، ما نعرفش اسمو، قال لي تسمح لي نركب معاك، نعرفو أنا بلي سي فونكسيونير، قلت نركب تفضل. مشينا شويه قال لي واش صافا، قلت له صافا انا حسبتك ما راح قال لي وصلني منا ولا منا. قال لي ولدي غدوه الجمعه، اليوم الخميس وغدوه الجمعه راح ما كانش خدمه واللي فارماسي مقفولين، عندي حبيت نشري درا واش يقولوا شويه دواء الاولاد، عندي اوردونونس وما عنديش سواد ما خلصتش. قلت له علاه تسلف لي شويه سواد نشري وكي نسلك وكي نسلك ردهم لك. قلت له واش لازمك؟ قال لي لازم الوقت هذاك كان بزاف شويه، قال لي لازم لها 200000 هذاك الوقت هذاك 200000. قلت له وي، قلت له ما كاينش مشكل، جبت 200 عطيت له تفضل هاك. قلت له وين نحطك؟ قال لي حطني واحد القهوه، كان واحد القهوه ديما نروح لها، قال لي حطني واحد القهوه هذيك حطيته. كي حطيته نشوف في صاحبي جاي من هيت، قال لي استنى استنى، جا صاحبي ركب معايا، ركب معايا صافا صافا، قال لي ان شاء الله هذا اللي ينزل من عندك 10 دراهم. قلت له ايه، قال لي اللهم اجعلهم صدق. قال لي كيك انا نرفاني، قلت له كيفاش الله راه ما يعلم صدق، الراجل قال لي سلف لي الصفحه اللي قال لي اعطيني نعطي له 100 راجل، قال لي سلف لي. ايه قال لي شوف روحك نروح نتبعو، شوف دوك نروح نلقاوها دخل اللحام يضرب فيها ما عرف قداش كيلو تاع الصغر واش يقولوا من جيكو هذاك. يعني شوفوا نقول لكم يا جماعه، على كل حال انا الناس هذو وسي فعلا فعلا ظهر السيد هذاك باللي انا هو صافي لو 60 ولا 80 ولا ما على باليش ولا منا اللي يدير لهم هذا الشيء هذا، خاطرش الانسان اللي يحب يداوي واحد ولا يدير حاجه ولا منا ما يجي ما كانش. يا اخي تا حبيت نداوي لك ولد كان واحد تفضل سي نديو نديو المشكل، مي كي تجي تقول لي اعطيني دراهم ولا حاجه ولا ولا تدي تصورت الناس ولا منا ما تصلحش. هذا السيد الطفل هذا مسكين اللي استعملوه وقال لك بلي اغتصبوه وما نعرف واش وهي ما كاينش منها خلاص خلاص، الطفل مسكين نمو ما يجمش تحكم فيه، يضل يطيش مع الاولاد كيما قال واحد يضل حتى الطفل الصغير يشرب وكذا ومنه ومنه. دونك استغلوه اذا يجزوا فيه على لابوليس ولا بوليس راكم تعرفوا يحكموه يديوه للكوميساريا ومن بعدها خرج وضربوه ومنه. والله شتوان هذا الطفل هذا شتوان والله، لموا به الصوار يا جماعه وروحوا روحوا شوفوا. انا ما عندي انا ما مهمنيش الناس هذو براسهم، انا ما نحاسبهمش، انا مانيش دوله باش نحاسبهم، انا نقول برك باللي راه والله غير منكر هذا الشيء هذا، والله غير منكر. غدوه جمعت الفيس
جماعه الفيس راهم يدزوا في الاولاد غدوه ويقول لهم روحوا وحنا غدوه رانا نجيو معاكم وما تخافوش وما نعرفوش وما نعرفوش. جماعه الفيس كي نقول لكم جماعه الفيس ماشي يعني ناس قريبين من كامل هكا. انا نقول للناس اللي عندهم اولاد احكموا اولادكم يا ولدي ومو يعيدوا معاكم، احكموا اولادكم يعيدوا معاكم. اللي الا غالب اللي ما حبش يحكم ولده الا غالب راهو تفطفر فيه. هي دوك نعطي لكم انا نتاع الفيس فوالا ها هو اقراو تشوفوا ها هو فوالا اوب ما نعرف تنجم تقرا ولا لا جو سي با ثلاثاء 115 ستكون مفصلية وحاسمة. نرجو من كل حر أن يلبي النداء، لن نسمح لهم أن يلغوا ثلاثاء الطلبة. كلنا في الميدان، كلنا مع الطلبة، مش كلكم مع الطلبة، أنتم كلكم مع الطالبان. وأنا نقول لكم إذا كنتم في حولة وكنتم رجال غدوة أهبطوا أنتم معهم، أهبطوا معهم كي عاد أنتم لن تسمحوا لهم باش باش يلغيو نتاع الطلبة. الفحل فيكم إذا تسمعوني غدوة يهبط مع الطلبة هذو وتشوفوا. لو كان ما تعيدوش في كيف اسمه في 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 في, في بوهدمة كيما يقول واحد ما عادش نهضر. هذا واش نقول لكم؟ أنا نقول لكم شي هو الأولاد هذو احكموا ولادكم يا ناس وخليو الناس هذو هما فين؟ هذو الناس هذو نعرفوهم واحد بالواحد. الناس هذو غير ما تخلقوش رواحكم، وكما قال واحد هما يحرضوا في الناس اللي في الخارج هم في الخارج لا غالب ما نجموش في الخارج اللي في الخارج لا غالب، مي هذو هنايا وزادوا لهم راكم تشوفوا جماعه هذو الحمايه المدنيه اليوم تم توقيف اكثر من 300 عون تاع الحمايه المدنيه ومازالوا يزيدوا يوقفوهم ومازالوا خطاش كاين ناس تحب تخدم يفون ريكروتي دوتر اليمون. وهذ الناس هذو يروحوا مع الحراك ديجا مهزين تاع الحراك يروحوا للحراك نتاعهم مكانكم تشوفوا فيهم مهزين. قال لك احنا رانا مع الحراك يبقى هذ الناس هذو كل بحال البوندرول واحد يزيد واحد لا يزيد يكون باسكو شبعوا الناس هذو شبعوا. سي با كوم سا سي با كوم سا يا جماعه، انت راك فونكسيونير دو ليتا يا ناس نعل الشيطان. وانا الغالب سمحوا لي يا جماعه نقول لكم الحق سمحوا لي. الناس هذو على بالكم عليه يديروا كيما هكا ولا ما بالكمش؟ انا نقول لكم على ما يديروا كيما هكا باسكو الحكومه ضعيفه. الحكومه اللي يسير فيها ولد بلادي جراد حكومه ضعيفه. لو كان جات حكومه ماشي ضعيفه ما ينجموش يديروا الشيء هذا الناس هذو امبوسيبل. مي مادام الحكومه ضعيفه سينو معاكم تشوفوا كيفاش هازين بوندرول واش كاتبين عليها راكم تشوفوا هذو الحمايه مع الحراك ونعرفوا شي هو الشقيق ولا ما ولا الشعبي هي الشعبي مع الحراك الشعبي فوالا. انا ما نعرفش العربيه وما نحبش نعرفها دونك هاد الناس هذو كي تشوفوا فيهم هاكم تشوفوا فيهم نتاع الفيس من هيه هاهم يدزوا في الاولاد وهذو هاكم تشوفوا كيفاه يقول لك فوالا هاكم تشوفوا كيفاه. انا نقول للناس يا ولدي احكموا ولادكم اللي خلى ولده يروح ما يلوم الا نفسه. هاد الناس هادو اللي راهم يحرضوا في الناس ويقولوا غدوه ما نخليهمش نسمح لهم يكونوا في حوله اروحوا غدوه مع الطلبه وتشوفوا كيفاش. واذا فيها انزلاقات نتاع الامور تندموا عليها وتشوفوا كيفاش. اجمعوا ردوا بالكم يغلطوكم. راهي كاينه ناس باش نكون لكم في يكونوا في علمكم راهم من التسعينات وهما في الحبس لليوم. من التسعينات احسبوا نتوما قداش من التسعينات وهما في الحبس اليوم عداو اكثر من عمرهم كامل في الحبس ومازالوا راهم في الحبس. دونك ما توصلوش رواحكم. هاد الناس هادو ما عندهم راهم ياكلوا في الشوك بفمكم قاعدين ياكل. انا ممكن نقول لكم هكذا ام كانوا الناس يغلطوك يقول لكم السيد هذا نتاع مخابرات السيد هذا يخدم على الدوله راهو ما عندي حتى علاقه بحتى بواحد. انا نشوف ونزيد لكم حاجه انا ثاني مانيش مع البوفوار هذا. انا ما البوفوار هذا مالغري كو ولد بلادي جراد هو اللي قاعد يسير في الحكومه انا راني مانيش موافق نهائي مانيش موافق لا هو لا تبون لا بوتفليقه لا هذو كل اللي راحوا عمري ما كنت معاهم وعمري ما نكون معاهم. خاطرش علاه؟ انا عندي بروغرام في راسي. انا واش هو البروغرام اللي في راسي؟ هو اننا نديروا دوله لايكيه وهما ضد اللايسيتي.
دونك انا ما نقدرش نكون معاهم، ما نقدرش نهائيا نكون معاهم. مي سامبلومون علاه نقول لكم ما تروحوش وما تدوروش هنا، باسكو ماهيش في فايده البلاد. لو كان جات في فايده البلاد غدوه يطيح البوفوار هذا، يحكموا ناس ديمقراطيين ها، وراح يخرجوا البلاد من الازمه، نقول لكم اليزي. مي لو كان يطيح البوفوار هذا البوليسيه، رايحين يجيو الذباحين هما اللي يحكموا البلاد. شكون يحكم غدوه البلاد؟ لا فاس يوطيو عليه في تيزي وزو في بجايه. شكون راح يحكم يحكم هذا رسيدي؟ لرسيدي يديوها في بجايه ويديوها في مقلال. انا بعد نفوتي معاهم، انا بعد نفوتي معاهم بصح حنا قلال. دونك شكون اللي راح يخرجوا من درك؟ شوف راك راه نروحو انتخابات شو عليها. انا يبان لي يبان لي يبان لي راهو جماعه هذو جماعه البوفوار حابين يمدوا الحكم للحماس. انا جاب جاب لي ربي خاطر شكون راح يخرج الاول؟ راهي تخرج حماس، والثانيه هي النهضه. ها باش نتفاهموا مليح، راهم لي زيسلاميست هما اللي يخرجوا كيروحوا للصندوق، باش نتفاهموا. خاطرش كيما لو كان ما يخرجوش هادو لازم يكون ترافيك، وجماعه هادو تاع البوفوار لمن يترافيكيو يترافيكيو لا سيدي، ما يترافيكيوش لا سيدي، ما يترافيكيوش لا فافاس، ما يترافيكيوش لا مدياس، ولا جاو لو كان جاو يترافيكيو لهادو في ثلاثه انا معاهم. هما يترافيكيو ليهم هما سواء لا فلان ولا سواء لا رندي. مي كي على بالهم بلي لو كان يخرج لا فلان ولا رندي راح تجي تشعل الجزائر، رايحين يخليو حماس هذا ويدخلوا معاه جماعه نتاعهم هما. وقال هاودي يديروا كيما في المغرب، كيما في المروك. في المروك حسن سيسة هو اللي سير ها، وشكون الحكومه؟ الحكومه نتاع الاسلاميين مدايرينها شغل غطاء. ما فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ شكون ديجا كيفاش حكومه اسلاميه في المروك وتجيب اسرائيل ويديروا معاهم كيف اسمه يديروا معاهم اتفاقيات؟ هاي ما كانش منها. دونك واش يقولوا محمد السادس يدير واش يحب وياكل في الشوك باسم هذوك الاسلاميين. حتى حنا راح يديروا كيما هكا، راح يجيبوا هذا تاع حماس كيما قال واحد يعطيو له، قال هو اللي دا غدوه صباح حكومه حماس. بصح شكون اللي كوموندي يا جماعه؟ كيما بكي كيما بكي فوالا. وهكذا ماناش خارجين من 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 الظلمه، والله مانا خارجين. راح نزيدوا ندخلوا في الظلمه اكثر فاكثر، نزيدوا ندخلوا في الظلمه اكثر. اذا جابوا لا فلان تخلت، اذا جابوا لا راندي كيف كيف، واذا جابوها الاسلاميين زاد تخلت راحت. دونك يبقاو هما طلاق جباد، اروح حبس خلي هذه روح خليها، وماناش خارجين. الوغ كو على بالهم بلي البلاد راهي رايحه للهاويه، راهي رايحه للهاويه. دبرنا عليهم ما حبوش يسمعونا، دبرنا عليهم على تبون هذا، تبون لانه يحب يبقى في في في, في السلطه. يا جماعه كل حد يبقى في السلطه ان شاء الله بلي البلاد رايحه رايحه للخلا. ما حبوش يقول لك خلينا نعلو الشيطان، مادام البلاد رايحه للخلا خليك ما نمنعوها شويه. دبرنا عليهم قلنا لهم يا ناس احنا ما عندناش، عندنا ازمه نتاع رجال اللي تقدر تسير البلاد، عندنا ازمه. قلت لهم ديروا كيما دار كيف اسمه بالماضي، بالماضي كي عيطوا باش يحكم الفريق الفريق الوطني، على بالو باللي ما عندناش دي جوار اللي يقدروا يجيبوا حاجه في الجزائر. قال لهم انا لا تخليوني نخدم، انا ما تدبروش عليا، خلاص خلاص عيا ولاد ولادنا ما عرفوش. قال لهم شوفوا حتى اللي في الخارج ولادنا، انا هنا في الجزائر ما عنديش على واحد حتى واحد نعول عليه. ايبان واش دار؟ راح جاب جماعه كامل من فرنسا ومن واللي يلعبوا في الانجليز واللي يلعبوا في دوطر زيكيب كرون زيكيب. هاكم شوفوا دا لاكوب دافريك، دا لاكوب دافريك. حتى حنا قلنا لهم يا جماعه عندنا دي كادر، دي هو كادر لبرا، عندنا 20 ولا ما عرف قداش في ولا واش يقولوا في لا كروند بريطاني، عندنا الاف في فرنسا، عندنا ثاني ما عرف قداش 2000 ولا 3000 في كندا، عندنا هذو كل نقدروا غير لو كان نروحوا نجيبوا زوج زوج برك. وقال يا جماعه اروحوا احكموا لنا الحكم ونجيبوا كل واحد نعطيو له البورتفوي، اذا ايكونوميست نعطيو له ليكونومي، واذا راهو في لا سونتي نعطيو له لا سونتي، ونخليهم يخدموا وحنا نعسوا عليهم ونخليهم يخدموا ويخرجوا لنا البلاد من الازمه. ما همش حابين يديروا كيما هكا، نو ما همش حابين. حابين هما واش حابين؟ حابين يشدوا الكرسي ها، لاش تاع الكرسي راح يطير راح يطيح بهم ما يطلقوش. وهكذا اللي يجي يقول لك ندير وندير 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 وندير، وهما ما يديروا والو وما ينجموا يديروا والو. دونك حتى الحراك هذا، هذا الحراك علاش ما تمشيوش الحراك؟ راه لو كان تبقاو تمشيو الاف السنوات هكا ما تغيروا والو، ما يتغير والو. راكم قاعدين كيما يقول واحد هزين الماء وتلوحوا فيه في الرمل.
ما يكون والو خلاص امبوسيبل يكون عندك. لو كان يكون تعرفوا واش راح نوليو؟ راح نوليو كي سوريا. اذا تخلط اذا تخلطت ويتخش فيها لارمي وتخش فيها الموتى والنعله ونوليو كسا يخشوا حتى جماعه الخارج يوليو يدي حمايه الاقليه كما يقولوا هما ويوليو يجيو يبومبارديو الجزائر ونوليو كي سوريا ونوليو كي ليبيا. هذه صح هي بدات نكونوا مي باش تعولوا باللي غدوه الصباح يجي الرئيس يجيب الفتح نتاع المراديه ويعطيه الجماعه هذو نتاع كيف اسمهم نتاع لرسيدي ولا جماعه هذو لفافاس. غير ارقدوا عند دماغكم وارقدوا ارقدوا عند دماغكم راهي ما تكونش خلاص. وكان يشوفوا باللي النار شعله بعد في الجزائر ما يعطيولكمش. انا نقول لكم هكذا وشوفوا على الفيديو هذه اللي درتها لكم اليوم راه يجي نهار وتذكروها. دونك الناس يقولوا اذا تقابضوا احنا عندنا الشويه يقولوا اذا تقابضوا الرحويه حافظ على دقيق. حتى نتوما يا غشي هما يتقابضوا وانتم علاش تخشوا ما بيناتهم؟ خليهم مع بعضهم يا تجيو نتوما تدخلوا روحكم في الحبس. هاد الناس هذو اللي راهم في الحبس هذو كي يخرجوا من الحبس يعلقوا لهم ديكراد ويحطوهم في يوم مسكن. واحد خلى ميمتو لبرا، واحد خلى مرته، واحد خلى ولادو، واحد خلى منهم يتلاطموا في الحبس قاعدين كيما قال واحد وخلاص. واش راح تربحوا الناس خارجين الاف يغنيو في الزنقه وما نعرفوهاش وتبون مزور وما نعرفوهاش. يا ولدي راه حتى لو كان يروح تبون انتوما راكم الاف السنوات ما تكونوش فيها. حتى ولو كان يديميشوني تبون الليله هذه بعد يديميشوني دوك يجيو ناس اخرين ما تحكموش. انتوما ما يعطيوكمش محال باش يعطيوكم وقتاش يعطيوكم كي تخدموا تخدموا كيف اسمه لا سوسيتي لا سوسيتي. على بالكم باللي غدا الصباح لو كان نروحوا باكزومبل الانتخاب 80% راح نفوزوا بها ثم وي. انا درك على بالي باللي لو كان نروحوا للانتخاب درك راح نفوزوا بها لي زيسلاميست 80% 80% ثاني يديوها ثاني في كل ولايه وعلى هذا ما نحبش نروح للانتخاب. على هذا ما انا كيفاش نروح؟ انا على بالي باللي خاسر وراح نروح نلعب. انا رايح من المقابله نلعب مقابله وعلى بالي باللي اني خاسرها. علاه راح نلعب؟ انا على بالي باللي خاسر المقابله، علاه نلعب؟ كيما قال الاخر رابحين قاتلينكم خاسرين قاتلينكم. دونك ما كاين لاه ما نلعبش. حتى حنا قلنا لهم يا جماعه بريباري لو تيران، يفو بريباري لو تيران قبل ما نروحوا للانتخابات. كي نعرفوا غدوه باللي كي نروحوا للانتخابات راح يخرج لو ار سي دي نروحوا للانتخابات. لو كان نعرفوا غدوه راح يخرج لو اف اف اس نروحوا للانتخابات. لو كان غدوه نعرفوا راح يخرج لو ام دي اس نروحوا للانتخابات. باسكو هاد لي بارتي هادو سي سون دي بارتي ديموكرات ما نخافوش منهم. مي ابار هاد الناس هادو مساكن انا معاهم نفوتي معاهم بصح ما نجيبو والو ما نجيبوش 10%. علاش؟ باسكو الغاشي ما يفوتيش معانا. ما عرف فهمتوني ولا لا؟ الغاشي يفوتي مع حمس مع حماس، يفوتي مع النهضة، ولا يفوتي مع صحاب الساندويتش فلان ولا لندي يجيبوا لهم البنادر يبندروا لهم ويطيشوا لهم في الساندويتش كيما عام عام في لا كوبون وهما يتقاتلوا الدموم تهبط على الساندويتش نتاع كيف اسمه نتاع 4 دورو وهما كيما قال واحد يفوتي عليهم يخرجوا هما وهما يترافيكيو يخرجوا لا لا لا. انا ترافيكيت لي زيليكسيون في ضربه زروال بالعاني باش يخرج زروال. خاطر شكون عندنا حنا من غير زروال؟ يجيونا جماعه الحماس ولا جماعه النهضه جماعه النم. علاه ما خليناش الفيس مالك عادك؟ كي نفيس كي النهضه كي حماس كي راهم كل كيف عندهم اون سول ايديولوجي. وهاد الناس هادو اللي يجيو يبزنسوا بالدين ما يكم ان السماء لا تمطر ذهبا او فضه. تلكون على بالنا حنا بلي كي نهزو نسخكر ونقراو وتهبط علينا كيف اسمه الذهوبات وتهبط علينا الحليب والسبيطارات نتاعنا يتعدلوا والله ما نحبسو من القرايه. وما كانش يا ناس ما كانش. وكما تخدمش والله ما تكون عندك حاجه. كانش هذيك تاع يجوز لا يجوز ما تجيب لك والو. هذيك تاع يجوز لا يجوز تجيب لك غدوه كي تروح عند ربي سبحانه عز وجل. هذيك وي هذيك بوتيتر كي تقول هذه ما نديرهاش باسكو ربي يغضب عليا، هذه ما نديرهاش ما نسرقش باسكو ربي يغضب عليا، هذه من اي وي بوتيتر. انا نقول لك بلي عند غدوه عند ربي تلقاها. مليون في الدنيا ما تلقاهاش، تلقى الريح اليوم. ها هو الفاكسان هذا، وين هو الفاكسان؟ اقراو لنا في النسخ جيبوا لنا الفاكسان سيدي. ما كانش يا ناس ما كانش. ما تلعبوش برواحكم، ما تمسخروش برواحكم
تم الواك السيد هذاك لي واحد الوقت يقول لهم انا نداوي الناس اللي مرض ما عرفش وما نعرفوش هو كيما قال واحد يا سيدي نداويهم اروح نديوك للسبيطارات يا سيدي الناس راح تموت في السبيطارات اروح نديوك قال لك ما نروحش للسبيطارات انا نقعد هنا في اي ما انت حبيت تدي دراهم كيما قال واحد لا 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 انا ما نديش دراهم انا كي نداوي كيما قال واحد اللي عطالي عطالي يا ولدي مادام انت تقول بلي راني انا راني نردح الناس يا ولد عمي هاي نهزوك يا سيدي بالجلاله بالجلاله في المرسيدس وندخلوك للسبيطارات هام الناس مرات داويهم يا سيدي ما كانش يكذبوا عليكم يا ناس ما تسمعوش لهذا الشيء هذا ما تسمعوش هذا الشيء فربيات هذا دي كيفاه الناس وكون جات الناس بالقران يداويو الناس وكون جات منها تمنوا انتم الحكايات هذو تمنوهم انتم في اليوم انا كنشوفوا كيفاش الناس بلا تكنولوجي والناس بالعلم وبلي فاكسان ومنا وما نجموش تجي تقول لي انا نقرا عليه كيفاش ما تولي انت سيدنا عيسى خلينا من الهضرات هذو يا جماعه رحم والديكم رانا في القرن 21 ورانا في 2021 علاش واحد كيسبب الواحد قال اخويا لعله يجيب له الشفاتي يا يقرا عليه فاتحه لعله يجيب له الشفاء بتاعك راك اقرا عليها سيدي ان شاء الله نقولوا ربي يجيب له الشفاء معليش ما تقول لي انا واحد مسكين راح يموت لازم الاوبيراسيون ولا من تقول لي انت استنى خلينا نقرا عليه تمسخر بيا خلينا يرحم والديكم لي هذا هو جماعه الاسلاميست جماعه الاسلاميست جايبينها الا بالهف وربي قال والرسول قال وعقبه بن نافع وهذه كامله ما تخرجش كيما جماعة هذو اللي حاكمين البوفوار دروكا وين يجيونا هما ونجيبوا هذو كيما اسمهم نروحوا نجيبوا الجثث نتاع سميهم نتاع لي مارتير راه نتاع الشهداء هاو نجيبوا هذوك الاكران نتاعهم من فرنسا هاو نجيبوا الارشيف هاو يا ولدي واش ندير بالارشيف تاعك تجيب لي الارشيف ناكل الارشيف انا ولا واش ندير بالارشيف انا كيجيبوا لي واش ندير به انت الناس يقولوا لك احنا جوعنا الناس يقول لك انا يا ولدي رانا ما لحقناش باش نعيشوا الناس يقولوا لك يا ولدي رانا ما عندناش وين نسكنوا الناس يقول لك راه ما لقيناش وين نداويو انت كي تحب سي تبون انت كي تحب تداوي تهز الطياره تروح لالمان مي واحد كيحب يروح يداوي مسكين تقول له استنى نروح نجيب لك هذو الاكران تاع شهداء يا ومي تمسخروش بالشعب يا ناس نعوا الشيطان ما تمسخروش بها خاطر شكون جات عندنا السبيطارات نتاعنا يا سي تبون السبيطارات نتاعنا ملاح ما تروحش انت تداوي في لالمان تروحش انت راهي صح معليش ما كانش مشكل ماذا بينا داير وماذا بينا ترتاح على جيبك الشفاء مي نورمالمون ها فرنسا الانسان الرئيس نتاعهم يوم يخش لوبيتال سيتو علاش باسكو لي زوبيتون تاعهم قاعدين خايبين ولوبيتال يداوي فيه هذا الرئيس تاع فرنسا يداوي فيه بيرترون يداوي فيه يداوي فيه جولييت كل كيما كيفاش شفتو نتوما فرنسا واحد مرض باكزومبل هذا ماكرون هزوه داوه لكانش بلاد ما كانش يداوي في بلادو علاش باسكو عندهم القرا وعندهم العلم عندهم كلش نتاعهم حتى حنا حبينا نديرو كذاك يا ناس الاف نتاع لي ميديسان سبيسياليست دي زارجينيان راهم روحوا تشوفوا لفرنسا تشوفوا لا بلجيك روحوا تشوفوا الاف تاع لي ميديسان راهم راحوا علاش راحوا من قوة التمسخير ومن قوة ما يقبلكش تجي لهنا انت تحكم فيه بالتليفون ولا يجي واحد يحكم فيه اونسيان مجاهد يعطيله في الاباور على روكي هو طبيب ما يقبلكش الطبيب هذا ما يقبلكش سيفيني لو كان تعطي لهم لاير بعد ما يجيكش دونك حبينا نديرو لهم حنا نهيو لهم الظروف هذه نوليو ندير لهم دوله اخرى اللي الدوله هذه اللي غدوه بالك حتى الناس هذو يوليو كيشوفوا بلي تعدت البلاد يوليو يرجعوا اليوم راكم الناس اللي يحاوزوا فيهم بالعاني راحوا داروا لهم التخريب هذا التعريب بالعاني التخريب علاش باسكو هما ما يعرفوش العربيه ما عادش يجيو خلاص فيلي ما عادش يجيو او قال لهم هذا كيف اسمه شعبان هذا كيف اسمه نتاع الجاليه الجزائريه او قال لهم يا جماعه ما تمسخروش بينا ما يجيكم حتى واحد يا جماعه ما يجيكم حتى واحد كما قال لهم تبون نجيب لكم 12000 ما عرفتش كيفاش يقولوا مغترب دي كادر نجيبهم يا وسي تبون على الشيطان والله 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 يا سي تبون يا لو كان تروح للعساس نتاعهم العساس تقول له روح نعطيك وزير والله ما يجيك والله ما يجيك خاطرش كيفاه انت الراجل قاعد لاباس عليه عايش كيما قال واحد مام الكلاب نتاعو القطوط نتاعو ياكلوا من لي ماغازان يجيك انت اذا يجري في حقه بالحليب وتصيد الحليب ما كانش خلي ماذا يا سي تبون رحمه الله على كل حال انا نقول للجماعه غدوه ما تسمعوش اكل الناس دوك على ديف الفيديو من الخارج ويتزو فيكم يا جماعه
غدوه لليل نقول لكم قداه الناس اللي هبطوهم الحبس. ما نتمناش والله ما نتمنى للناس هذو خوتي، نتمنى يعيشوا مع ماليهم ويعيشوا مع خويانهم. يغروا بكم الناس، يغروا بكم الناس، ما تسمعوا لهمش، ما تسمعوا لهمش يا ناس، راهم يغروا بكم، هما راهم يعرض على بالهم. دونك ما تسمعوا لهمش، ما تسمعوا لهمش، راهو التغيير ما يجيش كيما هكا، التغيير راهو يجي بالصندوق بلي زيغن، ولي زيغن كما على بالكم شكون يجيبوا اليوم، يجيبوا حمص ويجيبوا جماعه ماناش خارجين منها. دونك خليهم ساعه في عقلنا، رانا قاعدين نخدم بميليتي حتى نجيب لنا ربي كاش يكون رئيس اللي يحب البلاد واللي يحب يخرج البلاد من الازمه نتاعو، موش اللي يحب يقعد في الكرسي برك وما يتحركش. هذا ما عندنا ما نديرو به، ما عندنا ما نديرو به. وحنا كي نقولوا كيما هكا، حنا رانا 100 سنه ماناش طماعين في الحكومه، ما نحبوش نحكموا. لو كان يقولوا لي نعطيكم ملاير ما نحكموش، حنا نحبوا برك بلادنا تولي لاباس عليها، هذا واش نحبوا برك. راكم تشوفوا الناس كيفاش تهرب من البلاد دوكا يا ناس، اللي جاي اللي تجيه الفيزا يولي يزغرت على فيزا كيف اسمها توريستيك موش باش يروح لانستالاسيون ولا، يضل يزغرت ويضل يفرح خاطش على بالو بلي رايح موج راجع. هذه يهرب الناس تهرب من بلادها يا ناس. ربي يجيب الخير ان شاء الله، ان شاء الله هذا الشيء هذا اللي نهضروا فيه كامل غدوه كيما قال واحد ما يكونش، باسكو حنا ما حبيناش خوتنا يتمرمدوا واللي يوصل روحو الا غير ما عندنا ما نديرو له، معاه ربي وخلاص. هذا مكان نقول لكم صحة صحوركم، غدوه نعاودو نرجعو في كان جديد فيديو، إذا كش ما كان خبر من بعد يعني ما باليش أنا مستعجل بالحاجة بالك نرجعو، مي إذا ما كانش غدوه إن شاء الله نقول لكم صحة صحوركم. غدوه نجيو نتلاقاو إن شاء الله ونتكلمو على الجزائر ونتكلمو الشيء اللي راهو صاري. هذا هو علي قيم دير هنا الى راهي مغبونة ولا مهمية ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية ما تحكولهاش واش راه صاري فيا اللي نبكي كي نتوحشها اش الا ولات يا سيطان انت تبغيني سيطان اسكو شفيتها